أقلك رايد عشاء. مسوية رجيم. شو العلاقة؟ جاي أقلك شنو مسوية عشاء؟ مسوية رجيم. قلش مسوي عشاء تقولي مسوي رجيم فيش فيها بس حلو والله. شو مسوي عشاء؟ مسوي رجيم. خوش تحشيش أساس يعني الرجيم فد أكله. بس شو مسوي عشاء؟ لا قوية هاي خوش فيديو بيها والله. هاي زوجتي جاي قلها شو مسوي عشاء تقولي مسوي رجيم. روح للنشر هذا يخبل مبين. طبعا شنو التعليقات هسه؟ تعليقة ما يضحك. شنو ما يضحك؟ بالعكس خوش فيديو يخبل. هسا شنو هاي كوميديا ضيقه خلق؟ شو بيهم دوله؟ والله فيديو حلو. شو بيهم؟ مو حلو. شنو مو حلو؟ مو حلو والله. هاي شنو عشر؟ هاي تحشيشه ما تشمال. شو مسوي عشر؟ مسوي ريجي تخبل بس ما عجبتهم. ما ادري ايش بيه. وانت شفت الفيديو قبل ما تنشره؟ ايش بيه كلش مو حلو؟ شوف البيت شلون مرعبه. شوف هوزه شو يقولون عليه العالم. ما تنظف. لا امسح الفيديو. امسح الفيديو. اه بس لحظه بس لحظه. امسح الفيديو. اوكي راح امسحه. حتى تعليقاته مو حلوه. اوكي امسح. هاي مسحته خلاص. روحي روحي. بس ما معقول هالشكل. صدق مسوي رجيم؟ اي شو ما مبين عليك. ايش اسوي؟ كل انواع الدايت سويته وما فاد. ما خليت كيتو، صيام متقطع، شربت مي هواي، وهم ما يفيد. يا حادي قطعي التمن والخبز والحلويات. ودعتك كل انواع الحلويات قطعتها. حتى الكلام الحلو قطعته وهم ما رعفت. بس حلوه. حتى الكلام الحلو قطعته وما ضاع. لا هاي تحشيشة تخبط. خلا صورها. لا لا هي شلون؟ هاي هوسة هنا. هاي وين؟ هاي هوسة. يمكن هنا. أي هذا زين. هاي زوجتي جاي أقول لها مسوية دايتي. قلت لها قطع الحلويات. قالت كل الحلويات قطعتها وما ضعفت. حتى الكلام الحلو قطعته وهم ما ضعفت. هذا إشرد. هذا إشرد. تعال. هاي شناشر. هاي مال حتى الكلام الحلو قطعته وما تخبل. هسه راح اشوف التعليق. وهذا المهجوم ما شفته من صورت؟ لا امسح الفيديو. لا بس لحظه بس امسح الفيديو. زين امسح الفيديو اقتل بريل. لا امسح الفيديو. يلا خلاص مسحته. يلا روحي روحي. شو الحكي هذا؟ تعال تعال. بعدين انت شلون تقول بالفيديو انا مسويه رجيم؟ شو المشكله؟ كل الناس يسوون دايت. كل الناس شو المشكله؟ لا مو اني ما قايله لا صاحباتي ولا لاهلك دا اسوي دايت. اريدهم يتفاجئون وانت رحت فضحتني. ويمتى تفاجئيهم؟ صار لك بدي قد مسويه دايت وماكو. خلاص يلا روحي روحي روحي. شوف شو عندك بالمطبخ. اسمع دا اقول لك انا رايحه. دير بالك تصور بعد. زين تعاي هسه انا حتى لو اريد اكل لي لفه من نام النام من ابو المحلات. المحلات كلها معزله. منين اجيب لفه؟ روح على ابو لفات خفر. حلوة هاي مال أبو لفات خفر. ليش؟ لأن هي بس الصيدليات يعني لا لا قوية. هذا قوي زين. هاي زوجتي قلت لها حتى لو أريد لفة هسه من المحلات. المحلات كلها معزلة. قالت لي شوف لك أبو لفات خفر. هذا قوي. هذا ما كلش يخبل. هذا النشرة هسه يجيب التفاق. بس كون ما تجيني ما تقول ليش نشرت يا طلبة الفيديو اللي ما شلون بالله. قلنا هاي التحشيشة مالتش مال أبو لفات خفر. يعني أنت بس أرد أعرف من تلزم الكاميرا وتقعد تصور شكو ما أبو بريف ماكو. هاي ما صورت يم. شوف المنطقة تخبل كل شيء. ما بيها جي. وملابسك شو بيها ملابس؟ شو تريد العالم شو يقولون علينا؟ ما عندهم فقور ما يشترون ملابس. يعني شو أسوي؟ أنزع الملابسي أمسح الفيديو؟ ملابسك مرعبلة. وش يسوي؟ امسح الفيديو. يا هالفيديو. ها اها يلا مسحت الفيديو. امسح خلاص. اسمع دا اقول لك انا رايحه للمطبخ. ودير بالك بعد تفتح الكاميرا وتقعد تصور. خلاص ولا يهمك. وممنوع تحشش. اوكي ما حشش. خلاص روحي. ممنوع تحشش. خلاص روحي. ومو تحكي بالسياسه ومو تزحف على ممثله ولا تقول وين تشتغل ومو تنشر صور جهانة لا يروحون ينحسدون ولا تقول. بس بس خلاص افتهمت. خلاص ما سوى ولا حدا من ذني. حتى التليفون راح اكسره. يلا روحي روحي. شوف المطبخ. شوف وراش ما وراش. قد قالوا لي احضر مرتك احضر مرتك. ما صدقتهم. دهاش دهاش احلى حضر. روحي والله. بس والله شعور حلو من تحضر مرتك. يابا برج المراقبة يا برج المراقبة. أحس بروحي أكو قناص كان منيشن علي ولزموه. مو بس أنت حضرك حتى أهلك واحد واحد أحضرهم لأني خابروك. دهاتي ياهم دهاتي ياهم دهاتي ولي.